طيب احنا كنا بنتكلم على فكرة الألعاب الإلكترونية وازاي الأهل ياخدوا بالهم من الألعاب أو المحتوى الإلكتروني اللي الأطفال بتتفرج عليه، وطلبنا من حضراتكم تبعتوا لنا تقولوا لنا عمركم قد إيه؟ سنك قد إيه؟ أو سنك قد إيه؟ بتلعبوا هذه الألعاب ولا لأ؟ وبتسمحوا لأولادكم يلعبوا بيها ولا ما يلعبوش؟ فبما إن احنا هنروح طبعاً بكل تأكيد للصديقة والزميلة العزيزة منى الشرقاوي، ومنا عندها طفلين جمال ربنا يحرسهم، فعايزين ناخد من خبرتك كده يا منا قبل ما تقول لنا احوال الطقس والتفاصيل بقى بتاعت الجو وكده، نعرف منك بعد صباح الخير طبعا. صباح الفل. ايه اخبار البيت وازاي بتتعاملي مع الاولاد؟ انت عندك ولد وبنت. ايوه. في الامور الالكترونيه والالعاب خصوصا. صباح الخير يا حسام، وصباح الخير يا جوانا، صباح الخير على كل مشاهدينا. احنا بيبقى عندنا قصه كده في خناقات الالعاب. انا جزء مهم جدا من مرتبي بيروح لشحن لعبه روبلوكس. ايوه انا سمعت عنها كتير. روبلوكس لا انا سمعتش عنها خالص. انا سمعت عنها كتير قوي. واحنا بنلعب عندنا كول اوف ديوتي وبنلعب فورتنايت، يعني عندنا العاب الالعاب اللي بنبقى مهتمين بيها. الفئة العمرية بتاعتهم بتختلف، البنوتة الصغيرة بتحاول تقلد أخوها فبتحاول تلعب الألعاب. الجرافيكس يا حسام أنت بتبقى حاسس أن أنت جوه اللعبة، يعني أنا ببقى قاعدة جنبهم الانفعالات بتخضني، يعني أنهم بينفعلوا جدا والصورة كويسة قوي والأصوات كويسة قوي والشات بيبقى مفتوح هو وأصحابهم، فأنا ببقى حاسة إن إحنا كلنا قاعدين في نفس المكان، سواء هو ولادي قاعدين مع أصحابهم أو أصحابهم قاعدين معانا. يعني أنا ببقى قاعدة لو ما أناش قاعدة معاهم وقاعدة في أوضتي مثلا وسامعاهم، أنا ببقى سامعة كأنهم قاعدين معايا، ببقى هو أنا عندي حد في البيت ولا إيه الحكاية؟ مش هنقدر نمنع، لكن نقدر نبقى متواجدين، مش هنقدر نقول نحدد وقت، لازم نبقى متواجدين بشكل او باخر وندعي ربنا. ما عندناش حلول تانية، لان مش هينفع الاطفال تبقى يعني بره السياق اللي موجود في كل مكان في العالم، وخلاص احنا بقينا عارفين ان الناس كلها بقت كونكتد او بقت يعني متوصله ببعض عن طريق الانترنت وعن طريق الحاجات اللي هي الشباب والاطفال بيستخدموها، فخلاص ما بقاش في مجال للمنع، لكن في مجال ان احنا نتكلم ونفلتر ونتفق ان احنا دي عنفها زياده، لا دي دمها تقيل، لا دي مش مناسبة، لا دي أختك الصغيرة مش هتبقى قادرة تتابعها، ممكن تسبب لها كوابيس، لأن فعلا بيبقى فيه يعني عنف كتير في كتير من الألعاب.